بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نختم بموضوع الإيمان والتجارب برضو من سفر الأعمال. ناخد جزء من إصحاح 23. عاوز أحكي لكم بسرعة الأول على سفر الأعمال قبل ما نقرأ الجزء ده. أول جزء من سفر الأعمال الكنيسة جوه أورشليم وبأبطال بطرس ويوحنا واستفانوس. بعد كده تلاقوا بطرس واخد الربع التاني من سفر الأعمال، وبعد كده ندخل على بولس ياخد معانا الربعين الاخرانيين، نص سفر الاعمال على بولس من اول اعمال 11 تلاقوا او 13، يعني تلاقوا تركيز على بولس اكتر. الربع الاخير من سفر الاعمال بولس مسجون، يعني من 21 ل 28 8 اصحاحات بولس مسجون، وده يورينا طبيعة سفر الاعمال. يعني في قبل كده سجن كتير قوي، الرسل اتسجنوا كذا مرة واتجلدوا، ويعقوب اتقتل واستفانوس اتقتل. اذا طبيعة سفر الاعمال كلها كده، قتل وضرب وسجن وجلد. والربع الاخير بولس اللي هو البطل اللي واخد اوروبا دي كلها مسجون وبيتحاكم من محكمة لمحكمة. انما مع كل ده الكنيسة عمالة تكبر والمؤمنين بيزيدوا وفي معجزات وكل حاجة. تعالوا ناخد المرحلة دي جزء منها. في أحد محاكمات بولس الرسول يقول تفرس بولس في المجمع، عملوا مجمع كده يحاكموا بولس الرسول. بولس ده كان جريء جدا، وبولس ما كانش يجيب لنفسه محامي لأنه كان دارس قانون وكان عارف يوناني وكان عارف حقوقه كويس قوي. ومن أجمل أمثلة المواطنة والدراية بالحقوق بولس الرسول. بولس كان حقاني قوي ومحدش يعرف يغلبه، لأنه يعني بيعرف يدافع عن نفسه. فلما قعدوا بقى ايه الجماعة السنهدريم دول ورئيس الكهنة والشيوخ وقدام فيليكس الوالي وعاملين له قعدة كده تحقيق شديد، وهو يا عيني متهم لوحده كده. وقال أيها الرجال الإخوة إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. هيرافع، هيبتدي يرافع. فهو متهم بأنه فتن المسكونة وعامل أزمة وضد موسى، في لست التهم عليه وكل تهمة تودي يعني ورا الشمس. فيبدأ المرافعة بأنه أنا يا جماعة عشت حياتي كلها بضمير صالح، يعني أنا ضميري صالح ومرتاح. طبعا بيتكلم لغة يهودية هما فاهمين. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. ملحقش يقول حاجة، لسه ما قالش حاجة. فرئيس الكهنة من غيظه، اصل هو كده بيقول انا كل اللي عملته صح لان انا عشت بضمير صالح. حينئذ قال له بولس سيضربك الله ايها الحائط المبيض، افانت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تامر بضربي مخالفا الناموس؟ الناموس لا يحكم على احد قبل ان يسمع دفاعه. خلي بالك، فهو عارف بيقول ايه. فهمتوا الفكره؟ هو دريان بحقه، لما خلص مرافعتي وتثبت علي التهمه اعمل فيه اللي انت عاوزه، طالما لسه ما دافعتش ورفعت عن نفسي مش من حقك تعمل كده خالص. فقام دخل في شمال ولا همه، واسمه رئيس الكهنة. الناس اتفزعت لأنها مش متوقعة حد يرد على رئيس الكهنة كده. فقال الواقفون أتشتم رئيس كهنة الله؟ شوفوا بقى الشقاوة بتاعته والشطارة. فقال بولس لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءاً. عاوز يثبت لهم، لأن كل اللي بيحاكموه دول يهود، أنا ماشي بالناموس بالحرف، الناموس يديني حق أدافع عن نفسي والناموس يمنعني أشتم رئيس الكهنة. إنما أنا ما أعرفش، ما كلكم شيوخ في بعض، ما أعرفش مين فيكم رئيس الشعب. فهو عاوز يقول لهم أنا ناموسي أكتر منكم وأنا عارف القانون أكتر منكم ومحدش هيمسك لي على غلط. في الأول ده ما يمنعش ان بولس يهان، احنا ما نعرفش بالظبط هو اتضرب ولا لا، لكن مش بعيد يكون العسكري ضربه فعلا، مش بعيد يكون حصل كده. لكن هو النص اللي قاله معلمنا لوقا اما يعني تأدبا، لان لوقا كان تلميذ بولس، فيمكن ما رضاش يقول ان العسكري ضربه، لكن ده اللي واضح من النص انه غالبا العسكري عمل الامر اللي جاله. راجع معاكم تاني فكرة انه كون ربنا بيتدخل وكون ربنا ماسك الكنيسة في ايده ده لا يمنع اهانات لشعبه او لرجاله، لان دي بالنسبة له كرامة، يعني الاضطهاد بكل اشكاله رصيد في السماء اكاليل. انما كمان
بولس يعرف يشهد للحق، في مسيحيين بيخافوا يقولوا الحق، لا الحق حق، وتطلب حقك ما يهمكش، والشجاعة مطلوبة من كل واحد مسيحي، وما ينفعش نسكت بدل تعرف حقك، قول حقك وما تخافش. فهنا قال له سيضربك الله، لأنه على فكرة حسب الناموس برضو رئيس الكهنة لو حكم ضد الناموس ربنا اللي يضربه. خلي بالكوا كل اللي بيقوله ماشي مع الناموس بدقة شديدة، لأن مين يحاسب رئيس كهنة؟ ما فيش غير ربنا. قال له يبقى أنت ربنا اللي هيحاسبك، لأنك أنت بتؤمر بضربي مخالفا للناموس. فلما قالوا له أنت بتشتم رئيس الكهنة، قال لهم لا معرفش إنه رئيس كهنة، لأنه لو ده رئيس الكهنة وأنا عارف أنا مش هشتمه. أيها الحائط المبيض كمان، ده تشبيه كان قاله المسيح فاكرينه لما قال لهم ويل لكم تشبهون قبورا مبيضة من الخارج وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاس. قال له أنت عامل زي القبر الأبيض كده، لأنه بيلبسوا أبيض كانوا الكهنة اليهود، فأنت حيطة بيضة يعني. هو استخدم التشبيه اللي قاله المسيح. إذا بولس ثار ثم اعتذر، خلي بالكم من الحكمة بتاعت بولس الرسول، انه يعني زي اللي يضرب ويلاقي. فهنا دلوقتي هو اللي ايه كل القعدة بقى، يعني باين انه هو اللي اقوى، لانه من اول الكلام قال الناموس بيقول الناموس بيقول، فلجمهم يعني الناموس بيقول مش من حقك، والناموس بيمنعني ان انا اشتمك ماشي. وبعدين لما علم بولس، شوفوا بقى جسارة الراجل ده، بقول لكم بولس ده متهم قدامه 70 شيخ مثلا غير الجزء الروماني اللي قاعدين يحجمهم. لما علم بولس أن قسما منهم صدقيون والآخر فريسيون، يبقى الأولانية دي بتورينا يا جماعة الدراية بالحقوق، هنا الوعي بالواقع. بولس لأنه فريسي ابن فريسي، ففاهم قوي إن اللي قاعدين دول مش فريق واحد، خلي بالكم بيبقى عارف ان اللي قاعدين دول مش اصحاب قوي، هم اصحاب عليه بس لكن هم مش حبايب، فعارف دول فريق ودول فريق وبيكرهوا بعض. فعلم ان قسما منهم صدقيون والاخر فريسيون، صرخ في المجمع ايها الرجال الاخوة انا فريسي ابن فريس، على رجاء قيامة الاموات انا احاكم. رمى قنبلة هنا ليه؟ هو عارف ان اكبر خلاف بين دول وبين دول موضوع مثلا القيامة، موضوع القيامة، هو رماها قال أنا في الموضوع ده أنا بقول قيامة أموات. طبعا هو لما عمل كده طلع هو من الموضوع خلاص بحكمة عالية. لما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدوقيون يقولون ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، ودول اللي وقعوا مع المسيح زمان لما جم حكوا له حكاية الراجل اللي اتجوز ومات، مراته خدت اخوه جابت اجله، اللي بعده اللي بعده، قالوا له بقى لو في قيامة هتبقى مرات مين؟ قال لهم تضلون، انتوا في ضلال، اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، في السماء ما فيش جواز، موضوع ابسط من كده. انما لان ما عندهمش قيامة ولا ارواح ولا ملائكة، قال جابوا بقى العقدة في المنشار وحكوا الحكاية، فربنا رد عليهم وقال لهم الموضوع ببساطة ما فيش حاجة اسمها جواز في السماء، فالسؤال غلط، مش هتبقى مرات حد لأن في السماء ما فيش جواز. الصدوقيين يقولون ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، أما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. نسيوا بولس بقى وبقت المشكلة في قيامة ولا ما فيش قيامة، قال لهم أنا بؤمن بالقيامة ومستعد أموت دلوقتي لأني على رجاء القيامة أنا أحاكم، يعني لو حكمت بإعدامي أنا مش خايف لأني أؤمن لما هموت هقوم. فهو برضو دخلها في حتة شخصية لكن هو عاوز يوقعه. فحدث صياح عظيم ونهض كتبت قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، ده احنا ما سمعناش حاجة لسه، ما تقالش عليه لسه تهم ولسه التحقيق، إن كان روح أو ملاك قد كلموا. ما دخلت بقى في كل اوجه الخلاف، فاهمين ازاي؟ فالتانيين بيقولوا كلام وهم بيقولوا لا، ما احنا نؤمن بالارواح ونؤمن بالملائكه، يمكن ملاك قايل له فلا نحاربن الله. هنا يبان ان ربنا احد اساليبه انه يدي حكمه لاولاده، بحيث انه مهما الاعداء كانوا يعني مكارين، حكمه ربنا تعرف تقف للكلام ده.
فهم لو عاوزين يعني يثبتوا عليه تهمة الفتنة هيقدروا يثبتوا، لأن هما بيغششين. لكن هو دخلهم في حتة مختلفة خالص وسرح بيهم، وبقى الفريسيين هم اللي بيدافعوا عنه. فلما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم. الأمير ده بقى مش فاهم حاجة، اسمه ايه ده؟ لسياس. لسياس اه لسياس كان قاعد وسطيهم، هم يهود في بعض، فهو جايبهم يشوفوا اخرتهم ايه، انما هياكلوا في بعض؟ لا، ما هو مسؤول عن الامن بقى. فلما حدثت منازعة اختشى الامير ان يفسخوا بولس، وبولس خلي بالكو روماني، فلو هو مات ولا حصل له حاجة هتيجي في وش الامير، فبولس عارف يلعب بكل الورق اللي في ايده، فهو مطمن ان الدولة الرومانية بتحميه، لانه هو كروماني لو حصل له حاجة ده يعني تبقى فيها انقلاب شديد. خطفوه من وسطهم واتوا به المعسكر. في الليلة التالية وقف به الرب، يعني الليلة اللي بعدها جاله المسيح وقال: ثق يا بولس، لانك كما شهدت بما لي في اورشليم هكذا ينبغي ان تشهد في روميا ايضا. تاني بنقول يا جماعة، التجارب ربنا مش بيمنعها بس بيتابعها، بيبقى موجود فيها، يدي حكمة ويدي معاها بهدلة. مسكوا بولس تلاقيهم قطعوا هدومه مثلا، لكن ما وصلتش ان هم قطعوه هو، لان ربنا حاسب ميعاده وحاسب يعمل ايه. وبعدين امر العسكر ان يختطفوه. هو الامر ده جاي من لسياس ولا من ربنا؟ ربنا بيستخدم لسياس. فالعسكر الروماني هم اللي ايه، انقذوا بولس. ثم وقف به الرب، اذا ربنا بيقف به، يعني ايه، بيظهر له في الوقت اللي. وبرضه تدريب تاني، طلعوا كام مرة بولس شاف المسيح من سفر الأعمال، دوروا عليه كام مرة، لأنها بين السطور شاف المسيح بولس في سفر الأعمال. نفاجأ بقى إن ربنا مش قلقان خالص من الأحداث، ده ربنا باصص لحاجة تاني خالص، إنه إحنا كده عملنا البروباجندا الكافية في أورشليم وفي قيصرية وفلسطين، عاوزين بقى نعمل ايه الهيصة دي في روما. اذا ربنا عاجبه اللي بيحصل، وشايف ان اللي بيحصل ده في الاخر بيوصل ان الناس كلها بتتكلم وبتسأل وبتفهم، ولسه بقى في جولات اخرى. روما دي بقى، روما دي مركز العالم ساعتها، عاصمة العالم كله، لان دولة رومانية. فلما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاق، يبقى المؤامرات شغالة لسه والحقد شغال، وربنا برضو شغال بطريقته الهادية. وحرموا أنفسهم قائلين: لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40، دول بقى الفصيل العسكري أو الفصيل مش عارف ايه بتوع الصدقين، قالوا احنا مش هناكل ولا نشرب غير لما نموته. فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا: قد حرمنا أنفسنا حرما لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والآن اعلموا الأمير أنتم مع المجمع لكي ينزله إليكم غدا كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له. دي مؤامرة محبوكة تمام. ليه؟ طبيعي التحقيق ما يخلصش في جلسة، فهيطلبوا إعادة النظر في التحقيق، هيقولوا القعدة اللي فاتت خبطنا في بعض وما حققناش، هنعيد التحقيق تاني، ونحن قبل أن يقترب مستعدون لقتله. يعني إيه؟ هو هيروح بعسكري ولا اتنين في السكة، احنا 40، فاحنا مش هنسيبه يوصل للمحكمة، سيبولنا احنا الحتة دي. ولكن بدل ولكن يبقى ربنا اتدخل. ابن أخت بولس سمع بالكمين فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس، فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال: اذهب بهذا الشاب للأمير لأن عنده شيئا يخبر به. شوفوا المؤامرة تبقى محبوكة جدا ودقيقة ومظبوطة، وتيجي ثغرة ربنا يسمح بيها، حاجة مش على البال خالص، يعني المفروض محدش يسمع خالص عن المؤامرة دي. مين اللي يسمع؟ ابن أخت بولس. صدفة يعني؟ لا مش صدفة، لأن ربنا عارف بيتصرف ازاي، بيحسبها صح. ابن اخت بولس راح لخاله في السجن، قال له: يا خالي على فكرة انا سمعت اتفاق كذا وكذا وكذا. فبولس بمنتهى الرواق
جاب واحد من قواد المئات، ما هو بقى روماني فبيتعامل بصلاحيات، فقال له سيادة العقيد مثلا تعالى خد الولد ده، عاوز يقول للأمير حاجة، اذهب بهذا الشاب لأن عنده شيئا يخبر به. يبقى المؤامرات شغالة والتحقيقات شغالة والدنيا بتعقد، لكن ربنا كل مدى بيضيف حتة صغيرة وبيستخدم شخصيات عجيبة. المرة اللي فاتت وقع الفريسيين في الصدوقين، المرة دي جاب شخصية مش على البال، ابن أخت بولس، امبارح استخدم غمالائيل ولا قبل كده في أعمال 5، وهكذا كل شوية ربنا يطلع حاجة كده مش في الحسبان خالص. طب أنا عندي سؤال، هو بولس اتصرف كده ليه؟ ما استسلمش وقال ربنا ينجيني؟ يعني بولس برضو كان ممكن يقول ايه، يا ابني روح صلي لي وخلاص، لو ربنا رايد لي اعيش هعيش، انا مش خايف اموت. هل اللي عمله ده هروب من الموت؟ يعني شوفوا، طول ما في الايدين نعمل حاجة طبيعية وسليمة نعمل، ده مش معناه انه زي ما سمعنا امبارح انتبه بطرس وهو مروح وبعدين ساب العلية وراح لحتة تاني يستخبى. الاجراءات اللي فيها تحفظ وحذر وبتاع حكمة عادية، لكن ده مش معناه ان احنا خايفين ولا يحصل حاجة، لا نعمل اللي علينا. فهنا بولس ما استسلمش لانه شايف انه ده حق ومش من حقهم يختلوا، وهتبقى طبعا هيكلفته المسائل ويطلعوا كده كأن الموضوع اتغطى وظلم طبعا. فقال له لا، مش هنديهم فرصة، انا عاوز لما اموت اموت مظبوط بقى، ابقى شهيد قدام عالم الدنيا كلها. فأخذه قائد المئة، خد ابن اخت بولس واحضره الى الامير، وقال استدعاني الاسير بولس وطلب ان احضر هذا الشاب اليك وهو عنده شيء ليقول له. سؤال، ليه بولس وابن اخته ما حكوش لقائد المئة؟ عشان يقنعوا، لأنه موضوع في منتهى السرية منتهى الخطورة. لو قائد المئة ده واخد فلوس، ما يمكن ايه يكلفة المسائل، انما الامير هو اللي هيخاف على مركزه اكتر. الامير لو بولس اتقتل هيخاف، هيطير فيها لان بولس روماني، انما قائد المئة بينفذ اوامر مش هيحصل له حاجة. فبولس عشان فاهم في السياسة او فاهم في الحقوق، عارف كويس ان اللي هيخاف على مركزه من الاغتيال مش قائد المئة، الامير. الامير هو اللي موقفه يتهز تماما، عندك واحد روماني انت مسؤول عنه في المنطقة اغتيل، يتشال فيها الامير على طول، القوانين الرومانية كده. فمرضاش يقول لقائد المئة، لازم الخبر يوصل للامير وهو عنده شيء ليقول لك. فاخذ الامير بيده وتنحى به منفردا. شوف الامير واعي، فهم ان بولس في رساله خاصه قوي، خد الشاب ده على جنب واستخبره، ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال ان اليهود تعاهدوا ان يطلبوا منك ان تنزل بولس غدا الى المجمع، كانهم مزمعون ان يستخبروا عنه باكثر تدقيق، فلا تنقاد اليهم، لأن أكثر من 40 راجل منهم كامنون له قد حرموا أنفسهم ألا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوا، وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك. فأطلق الأمير الشاب موصيا إياه ألا تقل لأحد أنك أعلمتني بهذا. ليه؟ لو تسرب الخبر أن المؤامرة دي بطلت، ممكن مؤامرة تاني تحاك وما يعرفوهاش، فخليهم على المؤامرة دي، خليهم على الفكرة اللي هم فاكرينها ماشية دي، لأنه خايفين تبقى في مؤامرة ما نعرف لهاش. ثم دعا 2 من قواد المئات وقال أعد 200 عسكري ليذهبوا إلى قيصرية، و70 فارس و200 رامح من الساعة الثالثة من الليل. هنا شوفوا ربنا في عارفين لما بنصلي نقول ابطل مؤامراتهم، بنقولها كده، مؤامراتهم وسعيهم ونميمتهم وشرورهم وجنونهم التي يصنعونها فينا. يعني لغة المؤامرات دي لغة الشر دايما، وفي مؤامرات تحاك دايما في كل جيل وتتعامل مظبوط خالص ما تخرش المي، لكن عند ربنا لازم يتدخل بطريقة. ربنا كان مرتب حاجة تانية، انه عاوز يطلع بولس كمان من المنطقة، لان المنطقة دي صعبة قوي، منطقة اليهودية دي خطر جدا. قيصرية، فاكرينها قيصرية بتاعت امبارح اللي هيرودس راح القصر فيها
عشان يستجم على بعد ساعات طويلة، وهناك كلوا الدود ومات، فاكرينه؟ فدي منطقة بعيدة خالص، اليهود ملهمش نفس الاثوريتي وانه يقدروا يعملوا كل اللي عاوزين، فربنا قصد يطلع بولس من تحت ايديهم. انما بقى في موقف غريب هنا، بولس كسجين ومتهم بيحرسوه كم واحد دلوقتي؟ 200 عسكري وسبعين فارس ومتين رامح، يعني 470 واحد حراسة لبولس الرسول. فتصوروا إحساسه، هو اللي منتظر يموت ويتقطع في أي لحظة، إن كل دول بيحرسوني يا رب. يا سلام، ده أنا طلعت مهمة. يعني على قد ما المؤامرة كانت مزعجة، النتيجة كانت مبهجة جدا، يعني بولس حس إن ربنا بيأمنه بطرق عجيبة جدا. الأمير عمل كده طبعا تأمينا لموقفه، هو مش خايف على بولس، الأمير خايف هو يترفض، وأن يقدم دواب ليركب بولس، وكمان هيقعد على يعني عربية ملك، ويوصله سالما إلى فيليكس الوالي اللي هو المسؤول عن منطقة قيصرية، وكتب رسالة حاوية هذه الصورة: كلوديوس لسياس يهدي سلاما للعزيز فيليكس الوالي. هذا الرجل لما أمسكه اليهود وكانوا مزمعين أن يقتلوه، أقبلت مع العسكر وأنقذته، إذ أخبرت أنه روماني. عارفين لو مش روماني كانوا خلصوه وخلصنا. وكنت أريد أن أعلم العلة التي لأجلها كانوا يشتكون عليه، فأنزلت إلى مجمعهم، لأنه هو مش فاهم زعلانين ليه، فوجدت مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه. ودي شهادة من رجل قانوني قال بصراحة أنا في القعدة ما لقيتش حاجة تستوجب الموت. دي شهادة للتاريخ إن الناس دول بيتبلوا عليه ومفيش حاجة في اللي بيقولوه تركب إنه يموت خالص. هنا أول رسالة جميلة، إنه وسط التجارب ربنا ما يوقفش التجربة، لكن يطبطب على أولاده. فتبصوا تلاقوا في سفرية مريحة بيعملها له ربنا عشان يقول له إيه؟ أنا معاك أهو، هو أنا لازم أطلعك من السجن؟ خليك مسجون وتبقى بيحرسوك 470 واحد ومعاك ركوبة وآخر باش، يعني ما تقلقش هتخلص في وقت، لكن مش ده وقتها. الحاجة التانية، النهاردة الدولة الرومانية أدركت إن العيب في اليهود، واخدين بالكم؟ ابتدوا بقى هم الولاة الكبار دول يستوعبوا إن المأساة دي مش في بولس، لا المشكلة عند الناس دي، هم الناس دول اللي فيهم الغلط وهم اللي بيعملوا القصص دي كلها. وشاهد هذا الشاهد لبراءته دون أن يدري بجواب رسمي بعته لزميله أو أخوه فيليكس الوالي. ثم لما أعلمت بمكيدة عتيدة أن تصير على الرجل من اليهود، أرسلت للوقت إليك آمرا المشتكين أيضا أن يقولوا لديك ما عليه. يعني عرفت أن في مكيدة أن تصير على الرجل، أرسلت للوقت وأمرت المشتكين يجوا يشتكوا عندك. عارفين لما ينقلوا القضية من مش عارف من محكمة شرق لمحكمة جنوب ولا حركات كده يعني، فساعات تحصل كده، فهو نقلها من حتة لحتة، وده يحق له قانونيا إنه ينقل المحكمة إلى جهة أخرى. كن معاف. فالعسكر أخذوا بولس كما أمر وذهبوا به ليلا، وطلعوا بالليل ليه؟ خايفين الأربعين يبقوا 400 وتبقى مجزرة، فقالوا احتياطي نطلع بالليل نهربه عشان تاني يوم ما يلاقوهوش خالص. وفي نص السكة في بلد اسمها أنتيباتريس دي، وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. سابوا 70 فارس محترمين كده يكملوا المسيرة وهم رجعوا للمعسكر. هنا القصة بتبين لنا ايه؟ ربنا بيعمل حاجة مهمة قوي في التاريخ احنا مش واخدين بالنا. ربنا عاوز يوصل بولس روما، لانه قايل له كده بالليل في الرؤية، وعشان يوصل روما دي مش سهلة ابدا، هيدخله على حساب الدولة الرومانية وهيدخله على بيت قيصر عدل. يعني في الوقت اللي بولس عمال قال كده في رسالة روما، قال انا نفسي اجيلكم، مش عارف قال في رسالة روميا كده، كان شرح لهم لما كتب رسالة روميا، قال أنا في شهوة جوايا إن أنا أجيلكم. فربنا قال له حاضر هوصلك بدل دي شهوتك. فهو عاوز يروح روميا، طب هيروح روميا إزاي؟ ده هو في كل بلد مطلوب القبض عليه، خلاص هيترحل كسجين على حسابهم ويروح روما ويكمل خدمته هناك. واليهود بقى هم بقى اللي بيجروا وراه بقى،
فطبعا السبعين شيخ دول هيضطروا يسافروا السفرية دي كلها عشان يروحوا قيصرية يكملوا الدعوة على بولس. بعد 5 أيام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب. خطيب هنا معناه ايه؟ محامي كبير بقى اسمه ترتلوس، اللي هو بيسموه مش المحامي بقى، اللي هو النايب ده اسمه وكيل نيابة، اللي هو اللي هيدعي عليه. فعرضوا للوالي ضد بولس، وأولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة إلى الوالي أحضروا بولس أيضا. فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من أية ولاية هو، وجد أنه من كيلكية، قال سأسمعك ما تحضر المشتكون عليك، وأمر أن يحرس في قصر هيرودس. أنا هقف عند دي بقى. حكاية قصر هيرودس مين فاكره؟ قصر هيرودس في قيصرية يفكركم بإيه؟ أعمال 12 اللي دود فيه. انا عاوزكم بقى تعيشوا معايا احساس بولس. هو طبعا عمره ما دخل القصر ده، لكن لما دخل قصر هيرودس اللي في قيصرية هيفتكر على طول، ما وصل له الاخبار، هو ده المكان اللي بسبب اخويا يعقوب واخويا بطرس هيرودس مات فيه. فاهمين الفكرة؟ يعني هما بقى ايه، بيسترجعوا خبرات بعض. اذا كان انا عليا الدور، لا، يعقوب لما هيرودس موته وسجن بطرس والملاك خرج بطرس من السجن، هيرودس انتهى في المكان ده وانتهى نهاية مأساوية. فسجن في قصر هيرودس، يعني المكان اللي كل الناس عرفت ان ربنا انتقم لأولاده من هيرودس فيه. فالرسالة واضحة بالنسبة له، يعني ايه؟ ما تخافش يا بولس، ما تخافش، انا معاك، وزي ما اشتغلت مع يعقوب وبطرس هشتغل معاك، وزي ما خدت بحق دم يعقوب هاخد بحق دم ولادي في كل وقت، وزي ما خلصت بطرس قادر اخلصك وطلعك، انما خد لك يومين برضو في السجن كرامة يعني. فهنا فيليكس الوالي نفسه بقى كان تقيل قوي وبيكره، بيحبش اليهود، فتقل عليهم وقال لهم لما يجوا لنا بقى، تعالوا لنا بقى هنا نشتكوا. وبعدين ابتدى يتلكك، هو من فين؟ قالوا من كيليكية. قال طيب كيليكية تبعنا برضو نستنى. وحرس في قصر هيرودس. هيرودس دي اللي اتقال عليه في أعمال 12، نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك ليموت. أنا بحكي لكم ده كله ليه؟ حكايات سفر الأعمال ممتعة في حتة إنه تلاقي الدنيا تأزم قوي وربنا يتدخل، وتفاجأ إنها فكت جدا، وبعدين تأزم التاني، وبعدين فكت، وبعدين تأزم التاني. بس في السكة بقى إيه؟ في حاجتين بيحصلوا، كنيسة بتكبر، الإيمان بيشد حيله، وربنا عمال ياخد بحق أولاده أول بأول. لكن الأزمات مش هتخلص والضيقات مش هتنتهي، لأن دايما معاها بركات. بس اللي مضمون وسط الضيقات والبركات إن الكنيسة بتكبر والحق ساري، إن ربنا بياخد بحق أولاده. كل طبعا اليهود دول اتأدبوا، ما فاتش كام سنة، على فكرة بعدها بحوالي 10 سنين كل اليهود دول قتلوا على يد الرومان. اللي يمكن ما تعرفوش، سنة 70 ميلادية جاء بقى حامية جيش من الروما مع واحد اسمه تيتوس، وكان مفتري ومعاه قرار بإعدام كل اليهود. كل الناس دول اتقتلوا، كل الشيوخ ورؤساء كل اليهود دول على يد الرومان نفسه، انتقاما بقى لأن ساعتها كان الرسل الـ12 كلهم راحوا السماء على يدهم. فنزلت ايد بقى ربنا تقيلة قوي على اليهود، وبعدها بسنين نزلت على الدولة الرومانية كمان. ربنا في التجارب بيستنى حاجة واحدة مننا، الإيمان. لو الواحد إيمانه شد حيله هنثق إن كل حاجة محسوبة بدقة، وكل اللي بيحصل لصالح الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا.